نضال وهي قصة أخرى في الأولمبياد، وقد جاءت في المركز الأخير في السباق مسافة 100 متر، لكن وجودها على المضمار في باريس كان لتمرير رسالة إنسانية تدافع عن حقوق المرأة أمام حركة طالبان والتي تحكم البلاد. ففي ملعب ستاد دو فرانس وبرسالة مكتوبة بخط اليد استعرضت العداء الأفغانية يوسفي مريلا السباق بعد نهاية السباق، وبفخر حملت كلمات التعليم، الرياضة، حقوقنا.